السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على المشروع الكبير تاع السعودية، اتحادية كرة القدم للسعودية، وين آخرها كان البرازيلي نيمار. لماذا تنفق السعودية أموال طائلة لشراء نجوم العالم؟ مشروع هما هاد السعوديين هادو الاماراتيين هادو الكويتيين هادو، يعني كل الاموال تاعهم كانوا حاطينها في اوروبا، يعني في انديه اوروبيه، وما زال اليوم كاين بزاف واهو لله. وشاهدنا بعض الانديه الاوروبيه التي ترفض رفضا قاطعا باش يكون يعني دعم من عند الخارجيين، ولا قالك لا احنا لا، قالك دخل معايا اشهار ندير لك هكا كيف الريال، جوفنتيس، نابولي، يعني شويه شويه هكا اشهارات، ندي من عندك دراهم وندير لك اشهار، ندير لك الكتبات تاعك وتربح. واو لله. وين تشهد الرياضه السعوديه مؤخرا تغييرات هائله، وخاصه بعد انضمام كريستيانو وكريم بنزيما ونيمار الى صفوف الانديه الدوري السعودي في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد تساؤلات حول مغزى الاتفاق الضخم على كرة القدم، يعني الضخم على كرة القدم. وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ففي مونديال قطر 2022 كان المنتخب السعودي من أفضل الفرق التمثيل والدعم على مستوى الجماهير، كما أن الدوري السعودي متابع ويحظى بمستوى جيد، بالإضافة إلى مشاركة الفرق السعودية في البطولات القارية، دوري أبطال آسيا والعالمية، كأس العالم للأندية. بلا شك الاستخدامات هذه الأسماء العالمية سينعكس على الدوري السعودي بمتابعة شعبية واسعة للغاية، لكن مع وجود أسماء مثل كريستيانو، بنزيما، نيمار، سيخرج من حدود المملكة ليلقي متابعة في بلدان أخرى. ماشي راه جايب لك هنايا، جايب لك دراهم هنايا، فرغ دراهم، ما كان حتى حاجة، غير هنا بيناتنا وين تسيب الشايعة والشاعلة وكلش، يعني وين شاعلة في الفيسبوك برك، هذا مكان هنا بيناتنا. كيما نهار اللي كانوا يروحوا يقول لك الماتش يتعاود، تعقلوا عليها، كانوا بعضهم بعض يبارطاجوا لبعضهم بعض، برك هذا مكان. وهذه الخطوة ليست جديدة، صندوق الاستثمار العام السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بسبقة ضخمة، حينها كان النادي مصنف ضمن الدرجة الثانية، لكن بعد استحواذ السعودية يعني السعودي حقق تطور لافت قادر على إلى التأهل، وانقاده إلى التأهل إلى دور أبطال أوروبا على حساب أندية بارزة. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مشروع استثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيق أحد أهداف يعني رؤية 2030، أهداف رؤية 2030 عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في التنمية الرياضية والأنشطة الاقتصادية والمرتبطة بها، بما يحقق التميز للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة مختلف الألعاب والرياضة. عرفتوا الناس وين ساكتين ساكتين، يلموا منا، خدم منا، صنع ملاعب، صنع من، صنع من، صنع أندية، وجد هيكل أندية، هيكل من، هيكل من، بعد قلوا كيما هكا، مشي زبل وتحط عليه زبل، تحط عليه يولي زبل، يقلبه المرض من تحت لتحت، الدود 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 يطلع، بصح كي تنقيه كاع تقيس لا جيبال، تقيس منا، تنقي مليح مليح، تعاود تلصق تتوضا وتحط حاجة نقية، تقعد نقية. الناس كيما كيتخدم في تقرير نشرته يعني في قال يعني وكالة يعني وكالة أنباء فرنسية، أن كريستيانو وغيره من اللاعبين سيعملون أيضا كعامل جذاب للسياحة، فمتابعيه والجمهور سيأتي لمتابعة مبارياته، كما سيساهم يعني حضوري على الملاعب السعودية بتعزيز دعايات إيجابية للمملكة.
واعتبر التقرير أن الدوري السعودي احتل مؤخرا حيز كبير من اهتمام الصحافة العالمية، والتي بدأت ترصد حياة كريستيانو في السعودية، ما يعني داعية مجانية للسياحة في الدول العربية التي تشهد انفتاح اجتماعي واقتصادي وتخفيف لقيود المحافظة. وتستهدف السعودية استقطاب 100 مليون زائر بحلول العام 2030 مقابل 62 مليون في الوقت الحالي. انضمام لاعبين عالميين للدوري السعودي يلمع صورة المملكة عالميا، ويسلط الضوء على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها، والذي يتم تسويق له في رؤية 2030. ويجب النظر إلى ما يحدث على الساحة الرياضية بالمملكة على أنها جزء من خطط اقتصادية وسياسية وسياحية يعني الشامل. في وفي العام الماضي كشفت تقارير أمريكية أن الخطة الرياضية السعودية تحظى بدعم من أعلى مستويات في البلاد، ويتم تمويلها من صندوق ثروات يعني السيادة الدولة الذي يرأسها ولي عهد السعودي. وأوردت التقارير أن السلطة السعودية تسعى لجذب المزيد من لاعبين، وإنها خصصت أكثر من 20 مليار دولار لذلك. 20 مليار دولار يعني ونزيدوا هنا نتكلموا على حاجة أخرى، مجرد تخمين ما تفعله السعودية شيء مدروس. وأعتقد خلال عامين سيكون هناك منافسين للسعودية، منافس خالدي ومنافس لن يتوقعه أحد، وسترني الملايير لاستقطاب نجوم للبلاد الآسيوية. سيكون هناك عملية سحب البساط من أوروبا. ما يحدث شيء مدروس ومدروس جدا، وسيصرف عليه مستقبل الملايين دولارات، والهدف واحد، سحب البساط من يعني من تحت أرجل أوروبا. وما يعلموا بهذه على ذلك نقولوا باللي الناس يعني كان يقول لك اموال. انا نهار الاول قلت لكم يا المنافقين، الناس اللي يقولوا لا منا هم يصرفوا دراهم، وانتم على تفرحوا كي يقول لك مانشستر يونايتد جابت لعاب 200 مليون على القيمه السوقيه تاع اللاعبين، يقول لك واصله 150 130 كريك بابي. شحال داتو الريال؟ شحال داتو الريال؟ خلينا نهضروا مليح، شحال داتو الريال؟ هاودي هاو غير هضره هاكا، انتم جايتكم يهضره هاكا وصحيح. هو واحد لازم نتوما كيفاش لوروب؟ معليش واه تفرج لوروب، من حقك تتفرج لوروب، من حقك. انا نتفرج ماشي ما تفرج، نتفرج بصح باش نشوف مباريات تاع والله ما تنجمش تعرف ما كاشي ما تنجمش. وين نقولوا باللي هذه باش يكون في علمكم، ناس يتخدم سبحان الله، او ناس تخدم نتوما، ناس يتصرف دراما وانتوما مضروش. كيما راحوا طاحوا على اخرى كسموها، طاحوا على لامسيه خدت دراهم. انتوما شفتوا غير بلايلي، او شوفوا ناس وحده اخرين اللي ما كان حتى انجازات، شويه بكا شويه يجي من ديكوتي شويه قوم حبسوا التليفون اي وقلب السوق عارفوا شحال ولا حمالكم اولي بشويه عليكم ما تقلقوش، انا نقولها لكم. شو بيره هضرنا على تاع اللاعبات الروسيات بالحجاب في مواجهه لاعبات جزائريات يعني بالشورت هذيك، لا هذيك القديمه هذيك 2017 هاي 2017 هذيك الناس اللي كانوا يعايروا في ديك اللي دايره الحجاب هما نورمالمون يردوا، ماشي انايا انا هضرت عليها هذيك بالحجاب هذيك. انتوما راكم تقصروا، انتوما كي انتوما العرايه قدامكم ما شفتوش، تشوفوا خد اخرين حاجه قدامك باش دير هكا ما تشوفهاش، تشوف قدامك، شوف قدامك هنا ومن بعد شوف قدامك شنو كاين، شوف هنا ومن بعد شوف الطول شنو كاين. هذه هي على بالنا بلي هدرتنا ضركم، خاطر انا ديك ضدكم ما غاديش نجي معاكم. الحمد لله ربي دايما ضدكم ونقعد ضدكم ان شاء الله بربي. خاصكم الزيرو وجيتو رجال انتو نهضرو لكم الحاجة، انتوما لازم بنادم انتوما ما نقولكمش واش تبغو، نقولكم واش يضركم من التالي كاع. هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي بشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.